مشاهدينا في كل مكان، يومكم احلى مع بيتنا احلى، وصباح الخير عليكم وين ما كنتوا. صباح الخير على شبابنا اللي هيزرعوا بايديهم بكره، صباح الخير على اطفالنا، املنا في المستقبل ان شاء الله هيغيروا وهيبدلوا احوالنا، وعشان كده بنقول اللي بنزرعه النهارده في اولادنا بنحصده بكره. زرعت خير هتلاقي خير، زرعت شر هتلاقي شر وعقوق ربنا يعافيك. والحقيقة احنا مش متخيلين ابدا ولا كنا نتصور ان الادمان ممكن يوصل للاطفال. والقصة باختصار بدأت ان الطفل ابن المستشار الكبير اللي كلكم عارفين قصته، اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات، يعني بعد كده تطورت الحادثة والواقعة ان الولد اتعمل له قضية ودخلوا يعملوا له تحليل مخدرات، وطلع تحليله بتاع المخدرات ايجابي. فتخيلوا بقى، يعني العيل ده عنده 12-13 سنة ومدمن مخدرات، فكان طفل في مصر لو اتعمل لهم تحليل نتيجتهم هتطلع إيجابية. وإزاي أصلا طفل ممكن يدخل لعالم الإدمان والمخدرات ويبقى مدمن، يعني الإدمان تشرب كده جوه جسمه. هي ده ناقوس خطر بيضرب عشان يهز كل بيت في مصر، ويقول إن حتى الأطفال ممكن يبقوا مدمنين مخدرات، فمحتاجين ننتبه. زمان واحنا صغيرين يعني على ايامنا، لما كان يتقال ان فلان بيشرب سجاير الموضوع ده كان بيبقى يعني بيعتبروه فجر كده وحاجه كبيره قوي. دلوقتي بنسمع عن اطفال موضوع السجاير ده بقى بالنسبه لهم ايه يعني بيشرب سجاير، عشان هم بقى بيشربوا مخدرات. فالحقيقه ده يخلينا لازم كلنا نراجع نفسنا في حرصنا وفي تعاملنا وفي تربيتنا مع اولادنا. كنا من زمان بنحذرهم من السجاير ونقعد نقول لهم على اضرارها ومنهارهم جامد فيها، دلوقتي اصبح الموضوع مش موضوع سجاير بس، احنا حتى بقينا محتاجين نحذر من موضوع المخدرات وصبيان وبنات، لان الارقام اللي هنستعرضها خلال الحلقه حتى البنات ما سلمتش منها. النهارده هنتكلم عن ادمان الاطفال للمخدرات ما بين الدوافع والاسباب، وازاي نقدر نحافظ على اولادنا منها. فخلينا نرحب او نرحب بضيوفنا اللي مشاركينا عبر سكايب، الدكتوره نسيبه جلال الاستشاري التربوي النفسي. اهلا بك يا دكتوره معانا. اهلا فيكم، يسعد صباحكم بكل خير. يسعد صباحك ويسعد صباح كل مشاهدينا. وخلينا نرحب معاكي كمان بدكتور محمود الالعاوي الاستشاري التربوي والاسري. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، واهلا وسهلا بالدكتوره نسيبه. اهلا وسهلا، اهلا بيكم ضيوفنا. خلينا قبل ما نبدا الحوار مع حضراتكم نشوف يا ترى ايه الاسباب اللي خلت اطفالنا يتجهوا للمخدرات في مصر، ويا ترى مين السبب فيها. نشوف التقرير ونبدا الحوار بعدها ان شاء الله مع حضراتكم. برحب بضيوفي مرة تانية عبر سكايب. دكتور محمود، يمكن زي ما سمعنا كده انه الارقام، يمكن واحدة من الصور هتظهر قدامنا دلوقتي، انه على حسب صندوق مكافحة الادمان في مصر ان نسبة التعاطي في مصر، وده اللي التقرير ذكره، وصلت من 8-9%، اما المعدل العالمي فهو 4% فقط. الحقيقة الرقم ده رقم كبير، يعني ضعف تقريبا المعدل العالمي، وده يخلينا نقف عند الرقم ده بشكل يعني محدد. يا دكتور محمود، ايه اللي خلى النسبة دي من وجهة نظرك تبقى ضعف المعدل العالمي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح لنا ولأمتنا. أمين في بقاع الدنيا جميعا إن شاء الله. اللهم في الحقيقة يعني اللي عمله ابن المستشار في هذه الحادثة، كل اللي عمله إن شال القشرة الجميلة الرقيقة اللي بتغطي براكين من فساد ومخدرات وسرقة وقلة القيم والقيم وانتشار القيم السلبية، يعني والأمراض اللي موجودة في المجتمع. كل اللي عمله هذا الطفل بالحادثة البسيطة اللي عملها دي وتسليط الضوء، سواء أيا كان من اللي سلط عليها الضوء وهل هي في تضخم ولا ما فيش تضخم، أيا كان اتفقنا واختلفنا على النقطة دي، إلا أن الحادثة كلها عملت أنه شال القشرة الجميلة اللي هي كانت اللي بتخبي تحتها كوارث نتيجة مرحلة مصر بتعيشها، ألا وهي أسوأ المراحل اللي مصر بتعيشها. ليه الوضع وصلنا له وليه الأرقام وصلنا لها؟ الأسباب نحن في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، أن احنا وإحنا صغار مش عارف كنا إيه ودلوقتي إيه، وقبله كنا إيه وبقى إيه. المشكلة أن احنا أمام طفولة نستطيع أن احنا نقول أنها طفولة بتتعرض لكم إغراء غير طبيعي من خلال اللاب توب، ومن خلال الإعلانات، ومن خلال اليوتيوب، ومن خلال كل الفيديوهات اللي بيشوفوها. فهو بيتعرض لكم اغراء غير طبيعي. اغراء ده بقى تحت نحط تحته حاجات كتيره جدا، سواء اغراء انه يقبل على الحاجه الحرام، سواء اغراء انه يقبل على الحاجه المباحه بشره،
سواء إغراء بأنه يقلل قيمة القيم الإيجابية ويعظم القيم الأشياء السلبية والمساوئ السلبية، أمام إغراء أنه يقتل وأنه يفعل كل ما هو خطأ لأنه بيشوف أن الخطأ ده هو الصح، وأن القيمة اللي هو شافها أن البطل لازم يعمل كذا والبنت لازم تخلع عشان يكسب المرحلة دي وأنه مش عارف. بالتالي بتعاد صياغة الجيل الجديد من خلال هذا الشيء الذي هو يسمى محمول، الذي يعيد صياغة القيم والأفكار لدى الأطفال. في الحقيقة انتشار المحمول ده أدى لانتشار لكوارث من تبعاتها اللي احنا شايفينه، بقى الخطأ والسلبي والمنكر وكل ما هو قيمة من قيم ثوابت، قيمة من قيم المجتمع وثابت من ثوابت المجتمع بيهتز. احنا لو شفنا سلوكيات هذا الطفل، الطفل مش هو وحيد ومش حالة شاذة، احنا أمام ظاهرة نستطيع حالة نستطيع أن نقول تمثل ظاهرة في المجتمع. يبقى إذن الطفولة التي تتعرض لإغراء والطفولة التي تتعرض لما تتعرض له من كوارث ممكن نتكلم في هذا الأمر يعني كثير جدا. الأمر الثاني مسألة الفساد المتراكم، الفساد اللي هو من تبعاته أن الأب بدأ بيشتغل ساعات كثيرة، الكلام اللي احنا قلناه كثير في أوقات كثيرة أن الفساد ليه تبعاته، أن الأب بيشتغل كثير، أن الأب بيهرب، أن الأب ما عندوش طاقة نفسية أن يقول لابنه، طاقة نفسية وجسدية أن يقول لابنه يا ابني ده غلط، لأنه أصلا منهك من كم الأعباء الاقتصادية اللي متعرضة. طب من عند الأب اللي ممكن يكون منهك من كم الأعباء الاقتصادية وما عندوش وقت أنه يقعد يفهم أولاده يعني إيه مخدرات ويعني إيه إدمان ويعني إيه سجاير وتأثير ده على جسمهم. خليني أنتقل لدكتورة نسيبة. دكتورة نسيبة، يمكن على حسب مكتب هيئة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بيقول أن النسبة الأكبر من تعاطي الأطفال في مصر للمخدرات بسبب ثلاث عوامل. العامل الأول إما أن هم أطفال عاملين، أطفال أصلا نزلوا العمالة مبكرا وما فيش رقابة عليهم، أو أطفال شوارع، أو أطفال بيتعرض ذويهم أن هم كمان يكونوا مدمنين. فكان الدكتور لسه بيتكلم على فكرة عدم وجود الأب. لا، اللي أنا بكلمك فيه بقى مش بس عدم وجوده، ممكن يكون موجود بس الطفل شايفه هو كمان مدمن، سواء كان أب سواء كان أخ أكبر، المهم أن في حد في البيت مدمن مخدرات وده انتقل للطفل. فهمينا كده الموضوع ده وتأثيره إيه على الأطفال وتأثيره إيه على الأسرة يا دكتور. من جانب نفسي تسنيم، ممكن نقول أنه من أهم العوامل التي تدفع الطفل للتعلم الإيجابي أو السلبي هو التعلم الاجتماعي. هي نظرية تدرس الآن في الجامعات والجميع يؤمن بها، تقول أن الإنسان كائن اجتماعي يتعلم بالتقليد. إذا ما توفر لهذا الإنسان قدوة صالحة يقتدي بها، غالبا هذا الإنسان سوف يتجه باتجاه السلوك الحسن ويتطور بشكل إيجابي. عندما يتوفر لهذا الإنسان بيئة اجتماعية سلبية تنتشر فيها مثلا الموبقات وتقل فيها الموعظة، ويتأثر الجانب الديني الوازع أو الوازع الديني والأخلاقي بشكل سلبي في هذه المجتمعات، غالبا يترافق مع هذه المجتمعات اضطرابات سلوكية متنوعة، منها طبعا تعاطي المخدرات أو إدمان المخدرات. فعندما لا يتوفر للإنسان أب صالح يتمثل بقدوة يقتدي به في تتبع السلوك الجيد، وعندما لا يتوفر لهذا الفرد أم تقوم على تربيته وتنشئته التنشئة الاجتماعية الصحيحة، هذا الفرد لابد أن يأخذ القدوات المحيطة به، سواء كان الأب أو كانت الأم أو حتى كانت الدراما. الآن الدراما للأسف في تدهور أخلاقي خطير. صحيح. نجد أن تعاطي المخدرات يشجع عليها في هذه الدراما بشكل يعني علني غير مسبوق. إذن يترافق في أي مجتمع فيه تدهور اجتماعي وسياسي وأخلاقي واجتماعي، غالبا سنجد أيضا أن التدهور الأخلاقي الذي هو مظهر من مظاهر اضطرابات السلوك المصاحبة للتعاطي، فهؤلاء الأطفال هم ضحية لهذا المجتمع الذي يتجه نحو الفساد. أهم المراكز التي نستند عليها في هذا المجتمع هو تكوين أسرة صالحة تتطور فيها الجوانب الدينية والأخلاقية التي تمنع انتشار هذه الموبقات. عندما
يعني تتخلى هذه الأسرة عن مسؤولياتها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، نتيجة محاربة الدين بشكل علني. الآن هناك أشخاص يعني يعلنون بكل صراحة هم تخليهم عن الدين وعن الأخلاق أيضا المترافقة للدين. إذا تتظهر هذه المشكلات الأخلاقية واضطرابات السلوك بشكل كبير في هذه المجتمعات. طيب هرجع لك مرة تانية دكتورة، خلينا نروح للدكتور محمود. دكتور محمود، يمكن أيضا من الحاجات الأرقام الكبيرة الصادمة شوية إن الموضوع مش بس مقتصر على البنين، لا إحنا كمان لا يستثنى على حسب مكتب هيئة الأمم المتحدة البنات أو البنين الاتنين من سن 10 ل 12 سنة بيبقوا جربوا على حسب الأرقام ما تقول ان هم على الاقل ممكن يكون عندهم حب الفضول والاستكشاف بيدفعهم ولو لمره واحده ان هم يجربوا الحاجات الغريبه وخصوصا المخدرات. برضو على حسب ما بيقول صندوق مكافحه المخدرات في مصر ان من 7% في عند طلاب الثانوي بيجربوا المخدرات، وعند التعليم الفني 8.5%. تعليقك ايه على الارقام دي وليه الاعداد في تزايد كل يوم والتاني في مصر؟ الأعداد طبعا في تزايد كل يوم، لأن احنا لو ربطنا الكلام اللي الدكتورة تفضلت بيه بالتقرير اللي حضراتكم تفضلتم بيه بالمقدمة اللي حضرتك تفضلت بيها، هل ان احنا أمام منظومة كاملة هي التي تبني هذه القيم السلبية، أمام منظومة كاملة تتواتر وتتتابع وتبني بعضها وتقوم بعضها على بعض على أسس أن مفرد البطل ومفرد الناجح العظيم الذي سيصل هو زمان. لو حضرتك تفتكري مثلا من 30 سنه مثلا ان كان البطل مفرد البطل في الاعلام مثلا انه بيشرب سجاير، دي مفرد من مفردات البطل. احنا دلوقتي أساسية. من مفردات يعني ده مفرد يعني السيجاره ومش عارف يفتح يعني منظر معين كده. اي شاب اي انسان بيمر بمرحله المراهقه، والمراهقه دلوقتي احنا بنعاني من مراهقه متقدمه، مراهقه مش 15 14 لا، احنا دلوقتي بلوغ سني بلوغ سني بلوغ جنسي مبكر، والمراهقه اللي هي متقدمه شويه، متاثر بفكره ايه تكوين البطل وايه تكوين الشخص اللي هو يستطيع انه ينجح في المجتمع. تكوين الشخص اللي يستطيع انه ينجح في المجتمع هو الشخص اللي بيعمل الغلط، هو الشخص اللي بيمتلك القوه والعنفوان، لانه عنده مفرد اخر بيشوفه بعينيه وبيشوفه، الا وهو ان الملتزم ان الكويس ان اللي بيصلي ان المتفوق في دراسته ان استاذ الجامعه في السجن مبعد محارب في الدين، وبيشوف في الاعلام انه البطل اللي هو اللي هو الراجل ضابط الشرطه او الجيش، انما اي حاجه ثانيه ده رقم 3 و5 و7 و10. طب انا دلوقتي ما اتجهش لهذا، بيشوف مفرد دلوقتي في الشارع في الاعلام في حركة الإعلام في حركة الشارع في الحركة المجتمعية عموما. وفي الحقيقة عايزين نتكلم في فكرة التراكم المجتمعي والحركة المجتمعية والعقل الجمعي، بيقول إن الصح وإن التمام وإن العشرة على عشرة هو اللي يقدر ياخد حقه بإيديه لأنه بدراعه، لأنه لو تنازل عن الكلام ده ممكن يحصل له كذا وكذا، ودي بتعمل ازدواجية عند الأب وعند الأم إنه ما بيقدرش يتابع الفكرة دي. ففي الحقيقه دي نتيجه طبيعيه جدا ان احنا بنشوف الارقام دي دلوقتي بتزيد وبكره هتزيد، طالما ان المنظومه والعقل الجمعي والحركه الجمعيه من اعلام ومناهج تعليم وحتى الخطاب الديني في حد ذاته اللي بيعرض في الدين خطاب كله استسلام وكله ده بيؤدي ان احنا بنصل لنتيجه واحده ان بطلان يعني استغفر الله يعني بطلان فكره ان الدين عند الجيل اللي طالع فكره يعني غير مرضيه ليه، فبيبدا يتجه بقى للكلام ده كله. انما في الحقيقه خلينا نرجع لفكره نركز شويه على فكره التفكك الاسري، واحنا عمالين نتكلم على العقل الجامعي وعلى العقل المجتمعي، لكن خلينا نرجع شويه للاسره وحال الاسره. في الحقيقه لو بصينا لحال الاسره دلوقتي اللي هي الكلمه اللي انا كان اخر كلمه قلتها الا وهي ان الاب منهك، مش هو موجود بجسمه، الام موجوده بجسمها لكن في الحقيقه هو في حاله انهاك، مش قادر يقول الصح والغلط لانه منهك اصلا لاسباب كثيره. الانهاك اقتصادي ده جزء من الاجزاء، انهاك نفسي نتيجه الاعباء اللي متعرض ليها، انهاك ان هو مش عارف يوصل لابنه الازدواجيه القيميه اللي المجتمع عايش فيها. انما مثلا لو رجعنا لعهد الصحابه مثلا
صلى الله عليك يا رسول الله ورضي عليه الله الصلاة عنهم والسلام. جميعا. لان المجتمع عليه الصلاه والسلام، هل لان المجتمع كله عايش في نطاق واحد، الحاكم الدوله وهو الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو يؤمهم في المسجد وهو يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا، فبيروحوا السوق بيلاقوا افعلوا ولا تفعلوا بتطبق، بيدخلوا المسجد بيلاقوا الشيخ او الرسول عليه الصلاه والسلام وصحابه بينفذوا، فبتلاقي ان العقل الجمعي والحركه الجمعيه كلها بتطبق هذا الامر. لو هي بصينا فكره مثلا الوحده كلها، انه الواحد وحدة او الطفل نفسه ما يترباش ويطلع يلاقي المجتمع بيعمل غير اللي اهله علموه وربوه عليه، وبالتالي الطفل نفسه بيحصل عنده تذبذب. الحقيقه ده محتاجين نكمل فيه الحوار، ولكن بشكرك شكرا جزيلا على وجودك وتشريفك لينا دكتور محمود الالعاب الاستشاري التربوي الاسري. شكرا جزيلا لحضرتك، بنشكرك. وخلينا ننتقل معاكم للدكتوره نصيبه عبر سكايب. دكتوره نصيبه، الحقيقه دكتور محمود كان بيتكلم على التفكك الاسري، وفي خضم التفكك الاسري ما نقدرش نتجاهل ان مصر للاسف من الارقام الاولى عالميا في مساله الطلاق، واصبحت مصر دلوقتي الثانيه عالميا في ازدياد حالات الطلاق والاولى عربيا. تاثير ده ايه على تعاطي الاطفال للمخدرات؟ وهل بالضروره كل طفل اهله ممكن يكونوا انفصلوا عن بعض يتحول لشرب المخدرات؟ الان نحن نتحدث عن التنشئه الاجتماعيه للطفل. الطفل حتى ينمو بشكل سليم ويخلو من الاضطرابات السلوكية أو حتى الانفعالية، لابد أن يعيش في مجتمع آمن، مجتمع مستقر. هو بحاجة لهذا المجتمع كي يتطور من جميع الجوانب، وأهم هذه الجوانب هي الجوانب النفسية والأخلاقية. فعندما يعيش هذا الطفل للأسف في أسرة متفككة، في هذه الحالة لا يتلقى القيم الأخلاقية التي تجعله يقف صامداً أمام مغريات المجتمع المختلفة. فهذا الطفل هو في السنوات العمر المبكرة حتى عمر 12 سنة من جانب نفسي، لابد أن يعيش الطفل في بيئة آمنة مستقرة تتوفر من حوله القدوات الصالحة حتى يكتسب القيم الأخلاقية التي تمنعه في المستقبل من يعني السلوكيات الخاطئة المتنوعة. فبالتالي عندما لا يوفر لهذا الطفل بيئة آمنة ومستقرة، غالبا ما يلجأ إلى الإدمان أو حتى التعاطي ليعوض النقص النفسي الذي يشعر به. فبالتالي وجود الطفل في بيئة متفككة أسريا لا تراعي حاجاته النفسية، لا تقدم له يعني أهم مظاهر الاحترام والاهتمام وتشبع حاجاته الأخلاقية بشكل سليم، للأسف هو سيلجأ إلى إشباع حاجاته بشكل غير صحيح. والآن هو يتتبع من حوله، عندما تنتشر لديه القدوات السيئة في هذه الحالة هذا الطفل سوف يلجأ إلى تقليد هذه القدوات أحيانا بشكل إجباري، لأنه لم يتم توفير البيئة المناسبة له ولم يتم توفير أيضا قدوات صالحة له. نحن بحاجة إلى أم صالحة، أب صالح، معلم صالح يغرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال حتى عمر 12 سنة نظرا لأهمية هذا العمر. طيب ولكن دكتورة، احنا بنلاقي يعني خلينا نكون صريحة معاكي أكتر وأتكلم معاكي من أرض الواقع، أوقات كتير بتبقى الأم والأب اجتهدوا جدا على أولادهم، والعيال كانت تربيتهم وبذرتهم صالحة جدا، ولكن يطلع بدافع الفضول، بدافع حب الاستكشاف، بدافع أنه عايز القبول من الشلة أو مجموعة الأصدقاء اللي مصاحبهم، يجرب مرة أو مش عارفة يعني مرة كده تلاقيه خد له حاجة سيجارة شمله مش عارفة إيه، فيبدأ يدخل لمعترك المخدرات. أعرف منين إن ابني اللي أنا مربيه على القيم والأخلاق أصبح مدمن؟ إيه العلامات النفسية اللي بتظهر على الطفل لو أدمن؟ وإيه العلامات الجسدية كمان اللي تظهر على الطفل تخليني يعني أنتبه كأب وكأم إن ابني كده أو بنتي ممكن يكونوا دخلوا دائرة الإدمان؟ نحن دائما نتحدث فنقول الوقاية خير من العلاج. تثبت الأبحاث العلمية أن التعاطي أو الإدمان غالبا ما يكون عن طريق رفاق السوء. صحيح. فبالتالي
يعني لابد للأهل أن ينتبهوا على من يرافق أبنائهم على بشكل مستمر، يكونوا على معرفة بأصدقاء هؤلاء الأطفال. الآن هناك فعلا علامات معينة تنبئ الأهل في البداية أن هناك مشكلة سلوكية لدى هذا الطفل. من أهم هذه المشكلات أو الأعراض التي تدلنا على أن الطفل فعلا يتعاطى، أولا انبعاث رائحة يعني غريبة من هذا الطفل أو من غرفة الطفل. المخدرات لها رائحة غريبة، وعندما يتعاطى هذا الطفل غالبا سوف تنتشر هذه الرائحة. أيضا فقدان المال أو الأشياء الثمينة في المنزل، هذا الطفل عندما يتعاطى هذا السلوك المضطرب سيجر إلى سلوكيات أخرى، قد يسرق أشياء من المنزل، مال أو حتى أشياء ثمينة كي يستطيع شراء هذه المخدرات. أيضا هناك تدني المستوى الأكاديمي، بمعنى الطفل قد يكون على درجة جيدة من الجانب الأكاديمي، فجأة نجد أن هناك تدهور في الجانب الأكاديمي لهذا الطفل. أيضا انسحاب الطفل، يعني بمعنى لا يعود يجلس معنا في الجلسات العائلية، فبداية انسحاب الطفل. طب أنا عايز أعرف منك في مؤشر الانسحاب ده تحديدا، خليني أقف معاكي عنده، لأنه الأطفال دلوقتي في سن المراهقة بناية وبنين أصلا بتلاقيهم إيه عندهم سمت الانسحاب، يعني كان قبل كده عنده استعداد ان ماما تقعد معاه مش عارفه تبوسه يقعدوا في قاعده مع الاسره، انما بيجوا عند مرحله المراهقه دي اصلا بتبقى سمه غالبه على الطفل. الفرق ما بينها وما بين الانسحاب الطبيعي بتاع الطفل اللي في المراهقه؟ لا يوجد انسحاب طبيعي حقيقة. لابد أن نلفت الانتباه دائما إلى أن الانسحاب يدل على وجود مشكلة حقيقية لدى هذا الطفل. قد تكون هذه المشكلة بسبب التعاطي أو بأسباب أخرى، لابد أن يعالج هذا الانسحاب. لا يسمح للطفل أن يجلس فترات طويلة في الغرفة لوحده، لابد أن نعود ونذكر أن جلوس العائلة مع بعضها البعض في مكان واحد هو ضرورة ملحة في زمننا الحالي، نظرا لانتشار البرامج المتنوعة التي قد لا تناسب هؤلاء الأطفال. لذلك جلوس هؤلاء الأطفال مع الأسرة، على الأقل الأم تلاحظ لو من بعيد ما على ما سيتابع هذا الطفل أو الطفلة. إذن الانسحاب غير مقبول في الأسرة ولا بد من علاجه. من أهم البرامج التي يعني نستخدمها في علاجه هو إشراك الطفل في نوادي مختلفة، أو مساعدة الطفل على إيجاد شريك له أو رفيق له، لأن من أهم مظاهر الاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال هي عدم وجود رفيق له. فالأهل لا يصح أبدا أن يعتبروا أن مشكلة الانسحاب هي مشكلة بسيطة، هي في الحقيقة مشكلة تدل على وجود مشكلة أكبر لدى هذا الطفل. لابد من التعرف عليها حتى نساعد الطفل في بداية الطريق. كلما استمرت هذه المشكلة مع الطفل وخاصة في سنوات المراهقة لفترات أطول، كلما أصبح من الصعب يعني تعويض الطفل على الدمج الاجتماعي. إذن هذا الطفل الآن بدأ ينسحب، بدأت تظهر عليه علامات العصبية. كان الطفل مثلا هادئ، الآن بدأ يصرخ وأحيانا يضرب وأحيانا تصيبه يعني نوبات من العدوان سواء اللفظي أو الجسدي، لأنه بحاجة إلى هذه المخدرات. إذن هناك أعراض مهمة تظهر أن هذا الطفل مثلا لم يعد يجلس معنا لتناول الطعام، لم يعد يهتم بالأكل، لم يعد يهتم حتى بملابسه، حتى يعني قيام بالنشاطات التي كان يرغب بالقيام بها في السابق. إذن هذه كلها أعراض خطيرة تدل على أن هذا الطفل قد بدأ يتدهور من الجانب الجسدي، وحتى يرافق ذلك طبعا تدهور بالجانب النفسي والأخلاقي. كلما تم اكتشاف يعني تعاطي الطفل في فترات مبكرة، كلما كان العلاج أسهل. كلما تأخر اكتشاف يعني أعراض هذا الطفل من أسرة غير منتبهة لأبنائها أو منشغلة، أيا كان انشغال الأسرة بلقمة العيش، لا يصح أبدا أن تهمل مراعاة أعراض
الإدمان أو التعاطي لدى الأطفال؟ لأن دائما نقول كلما بدأنا في العلاج مبكرا كلما كان ذلك أفضل لهذا الطفل. طيب ماذا لو لا قدر الله ظهرت علامات وخدت الطفل وواجهته والطفل اعترف، أو في بعض الأحيان يعني كثير من الآباء بياخدوا ولادهم يروحوا يحللهم عشان يروحوا يتأكدوا أن الطفل ده سليم من غير ما يعرفوا أنه رايح يحلله تحليل مخدرات، واكتشف الأب أو الأم ان لا قدر الله الطفل ده مدمن مخدرات، ايه طريقه التعامل الصحيحه؟ لان في ناس كتير بتضرب، هل الضرب هو الطريقه الصحيحه؟ وان في ناس في المقابل تقول لا ده الطفل كده مفتقد للحنان، فتبدا تشبعه اكتر بالحنان على اساس ان الطفل يبدا يبني معاهم جسور من الحوار وجسور من الود والمحبه اللي افتقدها. ايه الطريقه الصحيحه في التعامل؟ لا يصح ابدا طبعا ان نستخدم وسيله الضرب في التعامل مع مشكلاتنا العديده المنتشره في المجتمع، انما لابد ان نحاول فعلا ان نتعرف على هل وجود المشكله، وذلك يدل فعلا عن طريق التحليل. عندما نكتشف فعلا ان هذا الطفل يتعاطى لابد ان نجلس في جلسات حواريه طويله مع هذا الطفل. اذا كان في المراحل الاولى واعترف في المشكله، الان نبدا في علاج هذه المشكله بمساعده الطفل. أولا لابد من إشعار الطفل بالأمان وأنني معه، سواء كان الأم أو الأب أو جميع الأسرة. نحن سنحاول أن نعالج هذه المشكلة بشكل هادئ لكي لا تتأثر نفسية هذا الطفل. ننتقل الآن إلى أهمية تخليص الطفل من الصحبة السيئة. غالبا يكون التعاطي بسبب وجود صديق سيء لدى هذا الطفل. أحيانا يكون الخيار إذا يستطيع الأهل الانتقال من هذه البيئة يكون أفضل. أيضا توفير البديل لهذا الطفل. هذا الطفل لجأ إلى التعاطي أو إلى المخدرات لعدم وجود بديل له. الآن لابد من إشغال الأبناء عموما بنشاطات متنوعة مفيدة. أهم هذه النشاطات التركيز على النشاطات الدينية والأخلاقية بانضمامه إلى مجموعات الكشفية مثلا أو النوادي الثقافية أو إيجاد معلم. يعني حقيقة أنا من أثناء معالجتي لهذه الحالات أجد المعلم الصالح الذي يرشد الطفل يجلس معه لفترات طويلة هو أفضل علاج لهذا الطفل في إيقاظ الضمير لديه أن هذا سلوك خاطئ لا يصح، خاصة في الأسرة الصالحة. يعني بمعنى حتى في الأسرة الصالحة ممكن أن ينحرف أحيانا هؤلاء الأبناء، ولكن غالبا الأسر الصالحة تكون أول الأسر التي تلاحظ هذه الانحرافات وأيضا تسارع إلى علاج هذه المشكلة الموجودة لدى أبنائها بطريقة سليمة. فالكثير من الحالات أو الأبناء قد يخطئوا ولكنهم يعودوا إلى الأصل الطيب، يعودوا إلى الطريق المستقيم وبشكل أسرع. كلما كان بشكل أسرع كلما كان أفضل. إذن توفير قدوة صالحة تتمثل بمعلم صالح يجلس مع هذا الطفل يحاول أن يرشده بشكل فردي. طب دكتورة في حالات كتيرة من حالات الإدمان الأم والأب بياخدوا الطفل دوت أو المراهق يروحوا بيه لمصحة نفسية ويفضل الطفل هناك قاعد فترة طويلة، وبعد كده يسحبوه من المصحة النفسية على أمل أنه خلاص يعني الحمد لله يكون تعافى بكلام الأطباء واللي حواليه، ويرجع الطفل ينتكس تاني. هل لازم يكون عنده إرادة؟ والأم والأب يعملوا إيه لو الطفل ده تحول لطفل مدمن وفي المقابل ما عندوش إرادة أنه يبطل أو ما عندوش حافز يخليه يسيب المجتمع الفاسد والبيئة الفاسدة اللي حط نفسه فيها؟ صحيح، نحن الآن نتحدث عن الإدمان وليس فقط التعاطي. أحيانا عندما تصل درجة يصل الطفل إلى درجة الإدمان هو بالفعل حسب تقرير الطبيب النفسي ربما يحتاج إلى علاج دوائي في مصحة إلى أن يتخلص من تأثير الإدمان عليه، ولكن غالبا في هذه المشكلات يترافق العلاج السلوكي المعرفي مع العلاج الطبي حتى ينجح. بمعنى لا يصح أبدا أن نأخذ فقط العلاج الطبي، فهذا الطفل يكون مرافق له أثناء فترة علاجه العلاج السلوكي المعرفي، هو علاج التفكير هذا الطفل حتى أستطيع أن أمنع الطفل من الانزلاق مرة أخرى في دائرة المخدرات. لابد أن يصاحب العلاج الدوائي أو العلاج النفسي العلاج السلوكي المعرفي، تصحيح أفكار الطفل. هذا الذي تحدثت لك عنه بمرشد نفسي يصاحب الطفل خلال هذه المرحلة لفترة طويلة، قد تستمر أحيانا لستة أشهر، ولكن حقيقة هذا هو العلاج الناجح لهذه الحالات. عندما أوفر للطفل مرشد نفسي أو معلم صالح
يحاول أن يرشد الطفل بطريقة سليمة ويعلمه القيم الأخلاقية ويحاول أن يبدله بنشاطات متنوعة مفيدة، في الحقيقة تنجح هذه البرامج في علاج هؤلاء الأبناء إلى درجة كبيرة. إذا الالتجاء الأساسي هو العلاج السلوكي المعرفي المرافق إذا كان هناك إدمان مع العلاج النفسي، ولكن الكثير من الحالات تكون مجرد تعاطي ونستطيع يعني معنى تكون مشكلتهم أبسط لم تصل إلى درجة الإدمان. في حالة لم تصل المشكلة إلى الإدمان، في هذه الحالة توفير مرشد نفسي صالح لهذا الطفل أو معلم صالح ممكن أن يساعد الطفل على تخطي هذه المرحلة بنجاح. دكتورة، في بعض السيدات بتعاني إنه الأب نفسه الزوج يعني مدمن، والأولاد بيشوفوه هم مثلا بيشرب مش عارفة ايه في البيت او بيقعد مع اصحابه بيتعاطى نوع معين من انواع المخدرات، وبالتالي الولاد لما بيكبروا بيبقوا شايفين الأب على هذه الطريقة على هذا المنوال فبيقلدوه، فترجع تكلمه يقول طب ما جوزك بيعمل كده او بابا بيعمل كده. في الحالة دي الأم المفروض تتصرف ازاي، وازاي تقدر تحافظ على أولادها من ان هم ياخدوا نفس المسار اللي اخده الزوج؟ نعم، للأسف في الحقيقة بالفعل الدراسات العلمية تؤكد أن الطفل الذي يتعاطى في الأصل يكون الأب مثلا أو الأخ يكون متعاطي في الأسرة، لكن هذا لا يمنع أبدا الأم من أن تستمر في الكفاح من أجل أبنائها. فمن خلال إلحاق هؤلاء الأبناء بمثلا الدروس الدينية والأخلاقية أو المؤسسات الثقافية المختلفة، من خلال توفير قدوة صالحة لهؤلاء الأبناء، الأم أيضا لها تأثير قوي جدا على هؤلاء الأبناء عندما تجلس مع أبنائها لفترات طويلة تحاورهم وتتحدث معهم وتؤكد لهم أهمية سيرهم على الطريق المستقيم. في الحقيقة الإنسان هو إنسان عاقل يستطيع أن يختار الخير والشر إذا ما وجه بطريقة صحيحة وحكيمة، والأم هي أفضل من يوجه أبنائها إلى الطريق الصحيح. هم يروا أيضا أن صراحة مستقبل أبيهم غالبا الشخص المدمن أو المتعاطي هو شخص غير ناجح، فعندما يروا بأنفسهم أن هذا الأب لم ينجح في المجتمع والأم تتمنى لهم دائما النجاح، ترفق بتمنياتها الدعاء الصالح لهم دائما بأن يسيروا الطريق الصحيح، وتلحقهم أيضا بالمراكز الدينية حتى يستطيعوا أن يستندوا إلى جدار صحيح في الوقاية من هذا المرض الأخلاقي المنتشر في المجتمعات. مهما ساء المجتمع ووصلت حالته إلى التدهور الاجتماعي والأخلاقي الكبير، يبقى هناك الملجأ الوحيد هو الله سبحانه وتعالى والقيم الأخلاقية التي كلما تمسكنا بها كلما استطعنا النجاة من كثير من الأمراض المنتشرة في مجتمعنا. صحيح صحيح يا دكتورة. سؤال بقى أخير خاص بالبنات، يعني الحقيقة موضوع المخدرات أو الأخلاقيات السيئة يعني في بعض الظواهر كده بتبقى احنا عارفين ان البنت بطبيعتها حيية، بطبيعتها بتتكسف، بطبيعتها على الأقل بتخاف، يعني لو حتى كل ده مش موجود عندها بيبقى عارفين ان احنا يقولك ايه ليها سقف معين، لكن على حسب الدراسات في موضوع المخدرات الموضوع مش فارق بنت أو ولد، يعني ظننا ان البنات هتبقى بمنقى عنه، لكن الحقائق تثبت ان الاتنين موجودين فيه زي بعض. عايز اعرف تعليق حضرتك ايه، وازاي ممكن اربي بنتي برضو انها تبقى بعيدة كل البعد عن المخدرات، اربيها على الحياء والعفة وانها تستحي حتى انها تمسك سيجارة في ايديها، فما بالك بقى بالمخدرات؟ يعني نحن اساسا نتحدث الان عن الام، من يربي الفتاة هي الأم. إذا كانت الأم على درجة من الوعي الثقافي والديني والأخلاقي والاجتماعي، غالبا في تكون البنت هي صورة مصغرة لأمها لأن الأم هي القدوة، فبالتالي نحن دائما نرتكز على الأم، توجيه برامج توعوية مهمة لهذه الأم لوقاية بناتها وأبنائها. فبالتالي ماذا عملنا نحن لنشر الخير في المجتمع؟ حقيقة من تجربتي العملية أجد أن الأمهات في تعطش دائم للعلم والمعرفة وحب الدين أيضا، ولكن قلة البرامج التوعوية المنتشرة في المجتمع قد تجعل هناك فراغ ديني وأخلاقي في المجتمع. إذن دور كل شخص فينا في المجتمع هو الدعوة إلى القيم الأخلاقية العليا التي دعا إليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
الإنسان يقول بلغوا عني ولو بآية. لا يوجد شخص في المجتمع هو يعني لم تدخل فيه هذه الآية. عندما يبادر الجميع إلى المنادى بأهمية القيم الأخلاقية والتمسك بها وأيضا حب الخير للأشخاص الآخرين، نشر المحاضرات صحيح. التوعوية، نشر الكتب، التبليغ أولى الناس بالتبليغ وأولى الناس بالتعليم هم أولادنا، لأنه ما فلذات أكبدنا. وأكيد كل الأباء وكل الأمهات بيتمنوا أنه دايما أولادهم يعني يبقوا أحسن منهم في كل شيء، فده محتاج مننا جهد شوية والأولاد صغيرين. بشكر شكرا جزيلا على تشريفك لينا دكتورة نصيبة جلالة استشاري التربوي والنفسي، شكرا جزيلا ليكي، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامة لكل أولادنا وبناتنا. والحقيقة الموضوع يا جماعة ما بيجيش وليد يوم وليلة، الموضوع بيجي يعني بالتدريج. أنا الحقيقة واحدة من الناس اللي عندي ولاد صغيرين وخايفة دايما على ولادي وبدعي لهم ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالهم، ومتأكدة أنه أكيد ببركة الدعوات الصالحة أن كل أب وكل أم يدعو لولادهم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقيم الليل لأجل ولده، وكان بيعرفه كده، يا ابني أنا بصلي وبدعي كل يوم عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك، مع أن احنا ناخد بالأسباب نربيهم نقربهم لربنا سبحانه وتعالى ونقرب منهم. بلاش كل حاجة تبقى أوامر ونواهي وتبقى النتيجة عندنا طفل بيكره البيت، بيكره أمه، بيكره أبوه، وبيلجأ للمخدرات وبيشوف المخرج الحلو بالنسبة له من الحياة ومن الكدر والنكد اللي بيعيشه في بيته هو أنه يروح للصحبة دي بالشكل ده وبالمخدرات دي، عشان للأسف النتيجة هتبقى وحشة عليه، وحشة على أسرته، وحشة على المجتمع. نسأل الحفظ والسلامة لكل أولادنا.